السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. مرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء مبارك من لقاءات الجمعة المباركة على قناتكم قناة الحياة في برنامجكم نسمات الروح. وخير نسمات الروح التي نتنسمها هي الصلاة على رسول الله، هي الصلاة على الحبيب الله، هي الصلاة على خير خلق الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الأمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك العظيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبيك صلاة تشرئب لها الأعناق وتنار لها القلوب. وهذه الصلاة التي نطلبها منك يا مولانا صلاة تكون ممتدة إلى يوم الدين، تشفى بها الأمراض وتقضى بها الحوائج وتهدي بها أولادنا وترحم بها أباءنا وترحم بها أمهاتنا وتغفر بها ذنوبنا. اللهم صل على خير أوليائك وأنبيائك ورسلك، اللهم صل على سيد الأولين والآخرين، اللهم صل على رسول الله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. جاءتني قصيدة تمدح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أستطيع أن أقول لكم غير أنها قصيدة من قلائل القصائد التي لم أقرأ لها مثيلا في جمالها وفي رقتها وفي عذوبتها وفي رونقها وفي حلاوتها. هذه القصيدة سأقرأ لكم أبياتا منها، عسى أن تصادف منكم قلوبا ظمأة لمحبة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول القصيدة: ماذا أسطر في ثنائك سيدي، ماذا أسطر في ثنائك سيدي، غير الصلاة مع السلام السرمدي، غير الصلاة مع السلام السرمدي، قلبي وأشعاري وأفكاري حكت، قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أني بغير محمد لن أقتدي، أني بغير محمد لن أقتدي. ماذا أسطر في ثنائك سيدي، غير الصلاة مع السلام السرمدي، قلبي وأشعاري وأفكاري حكت أني بغير محمد لن أقتدي. الشوق حركني بغير تردد، الشوق حركني بغير تردد، والشعر أبحر في غرام محمد، والشعر أبحر في غرام محمد. فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد، فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد. شرف اللسان، شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. شرف اللسان بذكر أحمد سيدي، فبذكره نكفى الهموم ونهتدي. وحبيبنا أوصى صلى الله عليه وسلم، وحبيبنا أوصى: فهيا رددوا يا رب صل على الحبيب محمد. الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. قصيدة عجبتني ووصلتني قبل ما الحلقة بدقائق، وكلماتها شديدة العذوبة، شديدة الجمال، شديدة الرونق. عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تطيب القلوب وترتقي الأرواح وترتقي الأفئدة. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله. إخوة الإيمان والإسلام، خطر لي خاطر في أمور كثيرة جدا تحدث بيننا، وهي لفظ عجيب جدا اسمه الأناة. يمكن الأناة دوت حضراتكم سمعتوه كتير، إنما البعض ما يعرفش معناه. الأناة جاية من التأني، والتأني عدم التسرع،
الأناة من التأني، والإنسان عندما يتأنى يبقى غير متسرع. الأناة بتختلف عن الحلم. الحلم اللي هو طولة البال، طولة البال اسمها حلم. أقول لك أنت إنسان حليم، بنعرفها بالكسرة، بنحط تحت الحاء كسرة، الحاء المهملة تحتها كسرة كده، فبتقال الحلم. غير اللي أنت بتشوفه في المنام، اللي بتشوفه في المنام ده اسمه الحلم بضم الحاء، يبقى بضم الحاء حلم، إنما المنكسر دوت المتواضع اسمه الحلم. فإيه الفرق بين الحلم والأناة؟ الحلم هو الصبر على الجهول، لو واحد تعدى حدوده معاك يبقى كن حليما، إنما الأناة إن أنت بقى ما تستعجلش على غيرك، يبقى كأن الحلم رد فعل وكأن الأناة فعل. يبقى لو جيت تهجم على غيرك أقول لك خلي عندك أناة، لو جي غيرك يهجم عليك أقول لك خلي عندك حلم. عرفت الفرق بين الحلم والأناة؟ الأحنف ابن قيس وهو يعني رجل عاش قبل النبي صلى الله عليه وسلم، عرف بصفات طيبة وعصر النبوة وأسلم وحسن إسلامه. سيدنا الأحنف ابن قيس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كلمتين حلوين قوي، يا ريتنا مكان سيدنا الأحنف ابن قيس. بيقول له يا أحنف إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة، الحلم والأناة. ولذلك أنا عاوزك تاخد بالك من حاجة مهمة قوي، إن في فرق ما بين الحكم على الأشخاص والحكم على المواقف. عاوزك تركز في الكلمة اللي هقولها دي عشان مهمة قوي، وتربي عيالك عليها، ربنا يعيننا ويعينك على تربيتهم. الحكم على الأشخاص غير الحكم على المواقف. إيه رأي الإسلام في الحكم على الأشخاص؟ قال لك حسب ثوابه، حسب ثوابه. يعني واحد مشهور بالكذب والمراوغة والاحتيال والنصب وسكري وفلاتي وغير محترم وقليل الأدب وبذيء، كل الصفات السيئة فيه، هتستنى منه خير؟ لو قال لك معلومة، لو عاوز يعمل معك مشروع، لو عاوز يتقدم لبنتك، هتقول يمكن يبقى كويس، يمكن يبقى لا تلومن إلا نفسك، لأن ثوابه السي في بتاعته وحشة سيئة. فما تجيش تتجاوز وتتبسط، إياك أن تجني عسلا من حنظل، فإنه عند الطعام يرد إلى أصله، ومن يصنع المعروف في غير أهله يعد ذما عليه ويندمي. أنت حر، أنت اللي هتجني الشوك. عندما تثق في إنسان مفرط في حق الله، يبقى أنت حضرتك أنت بتفرط في حق نفسك الحقيقة، لأنه هيضرك زي الأفعى اللي بيتلفع بيها بتعضه وبتلسعه. علشان كده خد بالك أنه لابد أنك أنت الأشخاص يتحكم عليهم من خلال ظاهر حالهم إيه، كذب ولا غير كذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق في الأمر كله حتى يكتب عند الله صديقا. يعني من كتر ما تعود على الصدق خلاص اعتمد. يا حلاوة بقى، يا سلام لو ربنا اعتمدك عنده إن أنت صديق. وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب في الأمر كله حتى يكتب عند الله كذابا. شوفوا لك، وما يزال الرجل يكذب، كذب، بيكذب وهو نايم، بيكذب وهو صاحي، بيكذب وهو بيتكلم، بيكذب وهو بيأكل، بيكذب وهو بيقول نكت، بيكذب وهو بينقل الأخبار، فكذاب، هتاخد منه إيه؟ سيدنا عمر بيقول إذا رأيت الرجل للصلاة مضيعا فلغيرها أضيع. يعني لما يكون واحد مضيع لعبادته ومضيع لصلاته ومضيع للعلاقة بالله غيرها أضيع. يبقى لابد أنك تاخد بالك من الحكم على الأشخاص. الحكم على الأشخاص حسب سوابق عمله، حسب صحيفة أعماله، حسب ظاهر عمله اللي بيعمله، حسب السمعة اللي هو بناها. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يقول لك إيه، من وضع نفسه في مواطن الشبهة فلا يلومن من أساء به الظن. تاني، من وضع نفسه في مواطن الشبهة فلا يلومن من أساء به الظن. ما تجيش أنت تحط نفسك في مواقف سيئة وفي أماكن سيئة ومع أشخاص سيئة وتقول بعد كده هي الناس مالها ومالي. الناس مالها ومالك، أنت اللي أسأت نفسك، أنت اللي دمرت سمعتك. لذلك سيدنا أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه بيقول له ابنه إيه، يا بني إلزم الصالحين فتنسب إليهم وإن لم تفعل مثل فعلهم.
امشي مع الناس الطيبين فتنسب إليهم، حتى لو أنت ما كنتش معاك الـ 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 الأعمال اللي هم بيعملوها، إنما الناس هتقول الناس الطيبين هم، الناس الصالحين هم، لا دي ناس محترمة. إنما تروح ترمرم وتعرف ناس سوابقهم سيئة في المجتمع، اللي خارج من سجن بنصب واحتيال، واللي كان عامل عاملة سودة، واللي ماشي ماشي بطال، وتيجي بعد كده تقول أنا مش عارف مش عارف الناس بتسيء بيا الظن ليه. نكمل مع الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، هو بيقول له يا بني ألم تسمع عن كلب صحب رفقة صالحة فذكر في كتاب الله إلى يوم الدين؟ يعني الكلب اللي كان ماشي مع أهل الكهف، ربنا ذكره في سورة الكهف لوحديها 5 مرات، 3 مرات في آية واحدة، سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 8 كلبهم، قل رب يعلم بعدتهم إلى آخر الآية. يعني معنى ذلك يا محترم إن الحيوان رفع ذكره لما مشي مع الصالحين، فما بالك لما الإنسان يمشي مع الصالحين. فلا بد إن احنا نفرق ما بين الحكم على الأشخاص والحكم على المواقف. قواعد الحكم على الأشخاص بتكون بسابق العمل، ولذلك ربنا بيقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما الحكم على المواقف له قواعد تانية خالص. إيه الحكم على المواقف؟ حصل حاجة معينة، حصل حادثة معينة، حصل قرار معين، حصل فجيعة معينة، حصل حادثة أنت قريتها، قبل ما تحكم عليها أو ليها استنى، علشان ليها قواعد تانية هقولك عليها. ناخد بس تليفوناتكم ونتواصل معكم. معانا الأستاذة روحي، أهلا وسهلا يا حاجة روحي. السلام عليكم. عليك. مولانا عامل إيه؟ بخير ونعم الحمد لله. والله بحبك في الله والله. أكرمك الله، ربنا خليها أكرمك الله أحسن، الله يخليك ويحفظك. أنا بقسم عليك بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أختي مرمية بدبي، أنا عارفة إن أنت بتنصر كل مرأة. تمام. عندها 52 سنة دلوقتي. نعم. وأختي مرمية بدبي بسبب إن هي كانت بتشتغل عند أميرة، والأميرة ديت سعودية وراحت قعدت في دبي، فلما طلبتها إن هي بقى ترجع بلدها وكده وتاخد جواز سفرها، قامت جاية واخدة منها جواز السفر، ما رضتش تديها لها وعمتها، عملت زي الحديث اللي مسك قطة، لا هي أطعمتها ولا هي سابتها ترعى من حشائش الله. كلام. فأنا دلوقتي اسمها إيه أختك؟ يعني اسمها حمدية محمد سيد أحمد. أنا بوصل بستحلفك بالله وبرسول وبنتك سهيلة إنك توصل اسمك شكوتي للسيسي. لا حضرتك، احنا الامر مش هيستاهل ان احنا نكبر الموضوع كده. ده هو بنتي اختي والله يا شيخ. حضرتك سامعاني؟ لا لا يا ايوه لا لا يا تاكل. اسمها ايه حضرتك؟ لا يا تشرب. اسمها حمديه محمد سيد احمد. على مهلك بس استنى عشان اكتب الاسم. حمديه محمد سيد احمد. حمديه محمد سيد احمد. سيد احمد. سيد احمد. ايوه سيد احمد. سيد احمد. سيد أحمد. موجوده في اني اماره هناك في دبي. في إمارة دبي. في إمارة دبي. طيب أرجوك أنا بستحلفك توصل مظلمتي للرئيس السيسي. طيب. أنا أختي مش بتلاقي تاكل والله ما بتلاقي تاكل. حضرتك شغالة عند مين حضرتك؟ هي كانت شغالة عند أميرة السعودية، والأميرة السعودية بتروح تقعد في دبي، وبعدين لما خلاص قربت أختي تنزل فقلت لها اديني جواز سفري واديني بقية حقي وكده، فقالت لها لا ما فيش ومركز جواز سفر ومش هتمشي الا بمشيئته وكده. اقسم برب العز شيخ خالد بنتها بتموت، بنتها يتيمه. نعم. والله بنتها ما لها حد غيرها يا استاذه. اقسم برب العز يا حجه خلينا نقدم البلاغ الاول وبعد كده نقف نولول انا وانت للصبح، اصل الولوله على الهوا مش هتجيب نتيجه. احنا ما فيش مصري يمكن أن يختطف، الزمن ده ولا وراح، مش هنسمح أن مصري يختطف تحت أي مسمى وتحت أي ظرف وتحت أي سبب. مش هنسمح أن مصري تسلب كرامته وتسلب إهانته، ولا بد أن احنا نحافظ على نفسينا ونحافظ على كرامتنا ونحافظ على يعني حريتنا ونحافظ على تاريخنا. المصريين ما هماش لقمة سائغة ممكن واحد يمضخها ويلقيها ولا يحبسها،
ما احناش خدم، ما احناش عبيد، ما احناش جرذان، ما احناش صراصير، احنا مش هنسمح بهذا الامر. وطبعا كلام حضرتك لابد ان هو يكون محل اهتمام السلطات المعنية بالامر، سواء كانت في الامارات او كانت في مصر. وده نداء على الهواء الى السفير المصري بالامارات للتدخل وتبني هذه القضية، لان الموضوع ده يخصه بشكل مباشر السفير المصري بالامارات. وزير الخارجية لا شك طبعا انه لابد على علم واحاطة بهذه المسائل. طبعا السيد وزير الخارجية الامر يروح دلوقتي للسفير، ما عملش السفير حاجة هنكلم وزير الخارجية، ما عملش السيد وزير الخارجية حاجة هنكلم رئيس الجمهورية، لان الكلام ده كلام لا يمكن السكوت عليه، ولا بد ان احنا نشوف الامر ونفحص البلاغ بتاع حضرتك. ونسأل الله ان يكون المسألة كما صورتي حضرتك، لان احنا نحب قوي ان المصري يكون مظلوم ما هوش ظالم، يكون مجني عليه ما هوش جاني. يعني نتدخل في مسألة المصري فيها مظلوم او مجني عليه هنشيله فوق دماغنا من فوق، انما لو المصري عمل حاجة او جنى شيء يتحمل عاقبة عمله وما يحملش البلد عاقبة ما فعل. فانا مش عارف حضرتك معايا على الخط ولا لا. فحضرتك حضرتك هياخدوا رقم حضرتك في الكنترول بعد اذن حضرتك، علشان مهم جدا ان احنا نتواصل معاك في البلاغ بتاعك. الاخت حمدية محمد سيد احمد، نداء للسيد السفير المصري بدولة الامارات الشقيقة اللي ليها كل الاحترام والتقدير، واللي احنا بنشوف منها حاليا اعظم مواقف الرجولة التي تحترم وتحتذى، والمملكة العربية السعودية اللي ليها كل الاحترام والتقدير. وطبعا احنا هنستغل فرصة وجود السيد جلالة حاكم دبي في جمهورية مصر العربية حاليا، علشان نقدر حد يتواصل معاه من السلطات المختصة لحل مشكلة بنتنا حمدية محمد سيد احمد اللي خرجت للعمل بشرف وبكرامة وبنزاهة علشان تربي ولادها. لا تحتجز، لا تمتهن، لا تهان، لا يجوز التطاول عليها، لا يتم حجز باسبورها. حجز باسبور مواطن دي مصيبة سودة ومطينة في العالم كله، إلا لما يكون الباسبور ده خاص بمصري يسلم منه الباسبور كما لو كان إنسان ورقة لا قيمة له. هذا كلام غير مقبول على الإطلاق، كائنا من كان، كائنا من كان اللي حجز الباسبور ده. الباسبور ده ما يتحجزش، الباسبور ده وثيقة تملكها مصر مش يملكها الشخص نفسه. الباسبور ده ما يتحجزش، ما ينفعش. زمن العبودية ولا فوقوا يا ناس، فوقوا يا عرب، فوقوا يا عباد الله عز وجل. يعني ما ينفعش ان انسان مصري وباسبوره يسلب منه لأي سبب كان. ده وثيقة دولية يملكها دولة، وثيقة ليها احترامها، وثيقة ليها احترامها، مش بطاقة تموين، مش بطاقة دفتر تحركات، دي وثيقة، وثيقة دولية محمية ببلد مكتوب عليها كده. يعني ترجو السلطات المصرية لمن يهم الأمر تسهيل مهمة حمل هذا الجواز وتيسير أمور وإلى آخر هذا الكلام. هو كلام حبر على ورق. أنا عارف إن احنا شايفين عصر ذهبي مع وزير الخارجية الحالي، الرجل اللي بيحسسنا كل مرة إن عنده كرامة وإنه بيحافظ على الكرامة وبيحافظ على كبرياء المواطن المصري في أي مكان في العالم، الراجل اللي مشرفنا اللي كلنا فخورين بيه. فأرجو ان احنا نجد صدى هذا الكلام عند احد المسؤولين من يهمه الامر، سواء في وزارة الخارجية او في السفارة المصرية في الامارات، او اذا كانوا سامعيننا الناس اللي شغالة اختك عندهم، يبقى خير وبركة. احنا بنتمنى ان الموضوع يكون ابسط مما تم تصويره. شكرا، وسيبي تليفونك وربنا المستعان ان شاء الله باذن الله. ست ام مصطفى معانا، اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، جزاك الله كل خير يا شيخنا. الله يكرمك ويوسع عليك يا بنتي. الله يخليك شيخنا. انا ليا سؤالين. انا ليا اخ دخل المستشفى، نعم، وحالته الماديه مش قوي يعني، فانا ساعدته في مصاريف العلاج ومصاريف المستشفى، وبعد ما توفى اصبحوا اولاده يتم اب وام، فانا بساعدهم ماديا. فهل في جزء من الفلوس دي ممكن يبقى من الزكاة؟ يجوز تبقى من الزكاة ولا لا؟ تمام. تاني سؤال، انا عندي 47 سنة وحفظي مش قوي، بس بحاول احفظ في القرآن، فانا ممكن مثلا احفظ جزء من سورة واحاول اصلي بيها صلوات اليوم كله، ينفع اصلي بيها اليوم كله ولا لا؟ وبعدين احيانا بعد ما بخلص بلاقي نفسي كنت ناسي آية،
هل اعيد الصلاة كلها تاني ولا لا؟ شكرا يا بنتي، كتر خير، متشكرة جدا. الله يعفو عنك يا رب. طبعا ناخد كمان تليفون عماد. اهلا بيك استاذ عماد. اهلا اهلا بيك يا اتفضل. ايوه شيخ خالد، اتفضل. هو بالنسبه لموضوع الاسره والاعراض، في ناس بيقولوا ان هي حصلت في شهر رجب، وناس بيقولوا انها مش عارفين هي حصلت في انهي وقت من الوقت. عايزين حضرتك تشرح لنا الموضوع ده. تمام، عينيا الاثنين. حاضر، شكرا جزيلا ليك، كتر خير حضرتك. مدام امينه معانا. مدام امال، مدام امال معانا مش كده؟ امان اماني. ايوه اهلا بيك يا مدام اماني. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا عندي 4 بنات ووالدهم كان بيكتب لهم على طول كل حاجة يشتريها، فكنت عايزة أعرف الحكم في الموضوع ده هوت، لأن قلقنا جدا. يعني كان بيكتب لهم أي حاجة بيشتريها بأساميهم، يعني بأساميهم على طول من أول ما كانوا صغيرين لغاية لما كبروا واتجوزوا. تمام، شكرا جزيلا. أي سؤال تاني يا هانم؟ وفي عندي بنت، هي طبعا أبوها كتب لها زي إخواتها، بس جوزها يعني ماهيته ضعيفة، فكنت عايزة أسأل هل أقدر مثلا زكاتنا إحنا أنا ووالدها نقدر ندهاله، ولا تنفع الحكاية دي ولا لأ؟ لجوز بنت حضرتك؟ جوز بنتي. هي مقتدرة لأن أبوها كتب لها كل حاجة، واللي هي عايزاه أبوها بيعمله لها، بس هو ما عندوش غير ماهيته فقط، والماهية ضعيفة. تمام. وعندهم بنت صغيرة عمرها 2 سنين. تحت أمر فهل حضرتك. أقدر أطلع زكاتنا إحنا أنا وأبوها لي، ولا إيه رأي حضرتك؟ هتسمع حضرتك الجواب إن شاء الله حالا على الهواء مباشرة. شكرا لذوقك وكرمك. يعني الأستاذ سامي معانا، أهلا وسهلا. مدام سامية. أيوة مع حضرتك. أهلا بيك يا هانم. أيوة مع حضرتك يا فندم. سؤالك إيه يا أستاذة سامية؟ ربنا يحفظك يا عم الشيخ. والله أنا أرملة ومعايا 3 ولاد ومعايا وعندي معاش ومزنوقة في ضيقة شوية، نفسي معاشي يعني مش مكفي وعليا شوية فلوس كده، ونفسي أعمل قرض عليه، وخايفة أموت من القرض ومش لاقي أي مكان يديني حاجة لو لوجه الله أو حد يساعدني. المبلغ مش كتير، أنا محتاجة 5-6 آلاف أو 6 آلاف بالظبط، أجيب حبة بقالة حبة حاجات أبيع وأكل منهم بس، ومعاشي يتعمل عليه قرض، بس خايفة أموت من أعمال القرض. وكنت سالفة قرشين في جواز ابني، نفسي أسدده مبلغ مش كبير برضه يعني 3 آلاف، بس نفسي أعمل مع قرض بأي شكل، وخايفة من الله عليك قول لي أعمل إيه. حاضر حضرتك، إن شاء الله بإذن الله إحنا سيبنا التليفون بتاعك على الكنترول، علشان إحنا هنناشد أهل الخير دلوقتي إنهم يشتركوا معنا في هذا العمل العظيم. الست محتاجة يعني 6 آلاف جنيه تقدر تشتري بيهم سلع تتاجر بيها بالحلال، علشان عندها 3 أولاد. هل ده كتير على السادة المشاهدين إنهم يدفعوه؟ أنا ما ظنش. أنا هستنى أي حد من السادة المشاهدين أو المشاهدات يقول أيوة أنا متحمل الست آلاف جنيه دول، 6 آلاف جنيه فقط عشان الست الكريمة اللي عاوزة تشتغل بالحلال وتأكل ولادها بالحلال. تليفونها عندنا واسمها عندنا، وإحنا مستنين تليفوناتكم. فاصل ثم نواصل لنرد على هذه الأسئلة الطيبة المباركة، ابقوا معنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا على خير وعلى تم نعمة. إحنا الحقيقة من الأسئلة اللي عندنا آن الأوان للإجابة عنها. أستاذة أم مصطفى كانت بتسأل عن أخوها في المستشفى، كان ومات إلى رحمة الله، وعنده أولاده يتامى، هل يجوز لها أنها تدفع أموال الزكاة الخاصة بها هي وجوزها أو لابنها لأولادهم اليتامى، الأخ اللي مات في المستشفى دوت؟ الحقيقة طبعا الأبناء وإن سفلوا لا يجوز دفع أموال الزكاة لهم بأي حال من الأحوال.
الأبناء لا يجوز دفع الزكاة للأبناء، أديني بقول مرارا وتكرارا الأموال الزكاة. ليه؟ لأن كل من تلزمك نفقته لا تجوز لك أن تدفع له الزكاة. كل من تلزمك نفقته أموال الزكاة بتدفع للي مش انفاق عليهم واجب عليا. وإلا هيجي علينا وقت بقى واحد يقول لك إيه، أنا مدخل ابني الجامعة خاصة بأموال الزكاة، واحد يقول أنا الحقيقة أنا ابني اشتريت له عربية بأموال الزكاة، واحد يقول أنا بصرف على مراتي وفتح البيت بأموال الزكاة. هم الفقراء اللي هيصرفوا على بيتك، هم الفقراء اللي هيصرفوا على أحفادك، هم الفقراء اللي هيصرفوا على مصاريف ولادكم. هذا كلام غير منطقي يا جماعة. افصلوا ما بين مال الزكاة والنفقة الواجبة. والنفقة الواجبة هضرب لك مثال عشان تقدر تتخيل. يعني افترض ان واحد بيرخص عربيته وإدارة المرور طلبت 1000 جنيه فلوس ترخيص، هل يجوز له انه يدفع 1000 جنيه دي من مال الزكاة؟ رد انت، لا طبعا لا. ليه؟ لانه هذا المال واجب عليك، فطالما واجب عليك اصرف انت، دي عربيتك انت، دي رخصتك انت، الفقير ما يدفعش. انا عاوز كل واحد شايل فلوس زكاة معاه، خدوا بالكم بس، يعرف ان هو مندوب ربنا. خلصت؟ ربنا بيقول لك خد يا عبد الحميد ال2000 جنيه دول معاك، اصرف لي منهم على الفقراء بتوعي. رحت انت واخد الفلوس يا عبد الحميد اللي ربنا عينهم لك حطهم في ايدك امانة، ورحت صرفهم على احفادك واللي صرفهم على اولاده. طيب انما لو اخواتك الموضوع مختلف. ليه؟ لان اخواتك انت ما انتش ملزم بالانفاق عليهم. بنشوف رجل غني واخوه فقير، بيحصل كتير. انما يبقى في رجل غني وابنه فقير، ده كلام غير منطقي. يبقى في رجل غني ومراته فقيرة، ده لقم. لما الاقي رجل غني ومراته فقيرة، ياد الفضيحة، اسمها كده، اسمها ياد الفضيحة. لما الاقي رجل غني ومراته فقيرة. طب لو لقيت رجل غني وابنه فقير، ياد المصيبة، ياد الكارثة. طب لو لقيت ولد غني وابوه فقير، يبقى ياد الداهية. نعلي بقى الكلام، يبقى ياد الداهية. طيب نسأل السؤال الخامس او الرابع. طب لو لقيت زوجة غنية وزوجها فقير، ياد الكرامة. ده ساعتها نقول الراجل ده راجل محترم، راجل عنده كرامة، لان مراته معاها فلوس وغنية وهو فقير ومحتاج، وما مدش ايده على فلوسها وما نصبش عليها وما لهاش يا نوال فلوسك فلوسي، ده احنا جيب واحد. لا يا حبيبي، فلوسها مش فلوسك، فلوسها تخصها. الراجل اللي يبص لفلوس مراته ده راجل دنيء. الراجل اللي يمد ايده على مال مراته ده راجل خسيس. الا لو هي سمحت ودته، الا لو هي سمحت واهدته، الا لو هي سمحت بحب. اي حاجة غير كده بيبقى راجل دنيء. علشان كده ربنا بيقول في القرآن وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، يدا بيد، عطية. الست تاخد فلوسها المؤخر الصداء اللي مكتوب في قسيمة الجواز، مؤخر الصداء المكتوب في قسيمة الجواز لازم مراتك تستلمه. لو عرفت تسدده وانت عايش يبقى انت راجل عاقل، بتخلص من دين هيمسك في رقبتك يوم القيامة اول ما تموت، انت حر. اخلصوا من مؤخر الصداء، ادفعوا لمراتكم مؤخر الصداء يدا بيد في حسابها ليها، ما تشاركهاش فيه. القرآن بيقول بعديها ايه بقى عشان تبقى عارف القرآن ورأي القرآن؟ بيقول فإن طبنا لكم، فإن طبنا نون النسوة أي نساء، فإن طبنا لكم أي أيها الرجال عن شيء منه نفسا، بص عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. لو طبنا لكم عن شيء منه نفسا، يعني ده حتى القرآن ما بقولهاش تنزل عن كل المؤخر، يعني عن شيء منه، علشان يعني جوزك هنقول ايه يعني. فانا عاوز اقول انه شفت ازاي، لو 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 واحد غني ومراته فقيره ده راجل خسيس، لانه مراتك لازم تكون بنفس مستواك، توبها من توبك المادي طالما انت قادر معاك. شوف ازاي، لو راجل غني وابنه فقير ده راجل قبيح.
لو واحد غني وابوه فقير يبقى ده انسان وضيع، لا قيمة له ولا دين له ولا مروءة له. لو زوجة غنية وجوزها فقير ده رجل محترم، رجل عنده عفة نفس، رجل حر، رجل حر، رجل حر. طب لو واحد غني واخوه فقير ده مقصر، ده مقصر، ما نقدرش نلومه أكتر من كلمة مقصر، لأن يعني الغنى واليسار ده بيد الله سبحانه وتعالى، لكن أخوك ما يتعراش ما يتسابش. لكن عموما الشرع الإسلامي سمح لك أو سمح لك إنك تدي لأخوك أو لأخيك أو لأختك من مال الزكاة وتصرف على أسرته من مال الزكاة، إنما أحفادك لا، أحفادك ولادك. واضحة القاعدة؟ أحفادك ولادك، ترن تترن، أحفادك ولادك، وجدك أبوك. أظن مش واضحة، أظن واضحة مش غريب. جدك هو زي أبوك بالظبط، لا يجوز الإنفاق على الجد من مال الزكاة ولا على الحفيد من مال الزكاة، سواء يتام أو مش يتام. إنما تدي لأبوهم بقى. طب افرض الأولاد، هنا بقى المسألة لطيفة قوي. افرض راجل جوز بنته، زي السؤال اللي جالنا من سيدة أماني بتقول جوز بنتي فقير، جوز بنتي فقير وعنده أولاد، وهو هنا تقدر تديله من مال الزكاة لأن ليهم عائل. هنا بقى ما بقاش الزكاة، ما بقاش النفقة واجبة على الجد ولا على الست، النفقة واجبة على الأب. الأب فقير يبقى يدي الأب، الأب ده مش مني، الأب دوت جوز بنتي، أبو أحفادي، إنما ده جوز بنتي، يعني دول أحفادي من بنتي مش أحفادي من ابنه. وبالتالي إعطاء هذا الابن جوز البنت، ده جوز البنت، إعطاء جوز البنت، شوفوا دقة أحكام الزكاة لطيفة إزاي، أحكام لطيفة خالص، بتختلف من شخص للتاني إزاي. يبقى لما تعطي لزوج بنتك من مال الزكاة آه، طب لو مات ما ينفعش تدي أحفاده من مال الزكاة. شوفوا الغرابة، أحفاده اليتامى دول بقوا بتوعي أنا، نفقتهم انتقلت إلى الجد، وبالتالي الجد ما يقدرش يدي، أو الست ما تقدرش تدي لأحفادها من مال الزكاة لأنه بقوا تبعها هي دلوقتي. إنما لما كان أبوهم موجود آه. طيب هل يقدر الرجل يدي بنته من مال الزكاة؟ ما يقدرش. إنما لو اتجوزت يقدر يدي جوزها من مال الزكاة، إنما ما يديش لبنته. طب بنته اتطلقت؟ ما يقدرش، لأنه بنته بقت تبعه هو، هو اللي نفقتها بقت ملزمة من أبوها بعد ما جوزها طلقها وبقت في عصمة أو في ذمة أو على كفالة والدها. الشريعة أحكام فقهية، فقه جميل ممتع. ناخد الأستاذ كريم معانا. أهلا بيك يا كريم. أهلا بيك يا شيخنا. أول حاجة ألف سلامة على حضرتك عشان شكلك تعبان. الله يسلمك، الحمد لله نعمة وستر. وعلي سؤال، كنت عايز نفسي أحضر لحضرتك خطبة جمعة، فكنت عايز أعرف أي المساجد بتلقي الخطب، وهو جامع واحد ولا كذا جامع. وليا طلب تاني، كنت عايز المؤلفات بتاعت حضرتك، كنت عايز أشتريها، في مكان معين أشتري منه ولا أعمل إيه؟ ربنا يبارك فيك. حاضر، انت بس سيب لي تليفونك لو هاخده من الكنترول بعد اذن حضرتك، وهبعت لك الكتب بتاعت الحد عندك. اما بالنسبة لخطبة الجمعة فانا الحقيقة زي ما بيقولوا في عربيات الحانوتي كده، تحت الطلب، انا بشتغل تحت الطلب، انا ما بعرفش الجمعة اللي جاية بصلي فين كده، كل جمعة بطلب في حتة بروحها انا ورزقي، بعرف قبليها بشوية صغيرة فحسب ظروفي بقى، يعني ما خطيب كده، خطيب متجول زي ما بيقولوا يعني، انما ماليش مكان ثابت اقدر ان انا التقي بيه في اي حته في مصر. لكن عموما انا عاوز اقول لكم ان شاء الله باذن الله، انا بحاضر في سبيل اسمه سبيل السلطان، جمعيه تلاوه القران الكريم، ودي موجوده في ميدان السيده زينب. انا حقيقه شيخ الجمعيه التلاوه القران دي، لاني انا تربيت سيدي الشيخ عبد المقصود محمد سالم رحمة الله عليه رحمة واسعة، فهي قصاد مسجد السيدة زينب على طول مباشرة على ناصية رفاع الكبابجي، فعاوز تقابلني عند رفاع الكبابجي أنا سعدني وشرفني، أنا ما أقدرش أرفض الدعوة زي دي، فعلى طول أنا هناك بدي محاضرة، وأهلا وسهلا بيك بأي محاضرات إن شاء الله بإذن الله، وحب أبلغكم على موقعي على الفيسبوك كل التفاصيل. الأستاذ مين معنا؟ أستاذ حسين معنا.
حسين. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. بارك الله فيك وحمد الله على سلامة حضرتك. ربنا يسلمك من كل. الله يخليك يا مولانا. حضرتك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن: يا أيها الذين آمنوا من أزواجكم وأولادكم عدو لكم إن من أزواجكم فحذروه. إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. نعم. نعم. تفضل. وأن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. نعم. صدق الله العظيم. آه. تمام حضرتك؟ نعم. تمام حضرتك. حضرتك أنا واقف في مشكلة بقالي أكثر من 5 سنين بالنسبة يعني الإنسان بيسعى وبيكد عشان خاطر بيته وعياله وكده. نعم. تمام حضرتك. أيوة دلوقتي تمام. حضرتك بتقول إن الجواز أو الطلاق حضرتك لازم يكون موثق وختم النسر. أنا نعم. عملت حضرتك بعد 5 سنين عذاب من الموضوع دوت. واتفقت وقلت لها خدي كل حاجة، حتى العفش، حتى البلاط، حتى مؤخر الصداء، حتى النفقة اللي هتقولك 500، لا خدي 1000، مش هاخد منك حاجة، أنا لازم أبهدلك، أنا لازم أعملك عشان تعمل حضرتك مشكلة، لدرجة حضرتك أول مرة أسمعها في الدين أو في الدنيا كلها إن زوجة ترش جوزها بالمية وهو بيصلي عشان تستفزه. ومرة هي وبنتها خليت نايم الصبح في عز الشتاء وترشه بالمية وتضربه بإزازة المية. ليه حضرتك؟ مفيش أي حاجة حضرتك، مجرد إنها عايزة طب ما تاخدي حقك اللي شرعه ربنا ودلوقتي حالا قبل ما تتطلقي. مفيش فايدة حضرتك. التجأت لجميع الأحوال والتجأت لجميع الناس، مفيش أي حد مساعد أو حد بيعمل أي حاجة حضرتك. كل ده حضرتك عشان حاجة معينة أنا مش عارف أقدر أذكرها ولا لأ. لو حاجة خاصة ما تقدرش تذكرها. طب حضرتك حاجة خاصة جدا تخص وزير يعني. لا يا عم احنا مالناش دعوة. تمام حضرتك. تمام حضرتك. انا عملت حضرتك زي ما الشرع بيقول، وانت حضرتك لسه بتقول الصداق دوت ده اجل عليك. انا مستعد لكل حاجة. لا ده وصلت حضرتك بقى ان ايه، انا هفضحك في الحتة وانا بصرف عليك وانا سوري للجيران كلهم ان انا ما بعملش يعني ان انا سوري يعني ماليش في اي حاجة. تمام. فين الشرع وفين الدين وفين حضرتك كل دوت؟ لغاية حضرتك ما وصلت ان انا عملت عمليات في القلب وهنا 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 وهي مش موجودة معايا، ودرجة ان انا بقيت اروح ابات في فندق بعيد عنها وتقول لي انت هربت من الموقعة. قول لي يا حاج حسين. نعم يا ريس. هم طردوك برا البيت ولا هم اللي سابوا البيت ومشيوا؟ لا حضرتك انا بقى انا سبت لما حصلت اخر موقعة، والبنتي اللي انا جايب لها كل ما تتخيله، كل ما تابات وموبايلات، كل ما تتخيله حضرتك، اشتركت مع امها، فانا سبت لهم البيت ومشيت لاني خلاص بقى دخلت في مرحله مش ان انا اضربها عشان تروح تعمل محضر او كلام. رحت لشيخ المسجد اللي جنب بيتك؟ المسجد اللي جنب الناس كلها عارفه، لدرجه حضرتك الشهود اللي شهدوا على الطلاق من العماره، الاثنين اللي شهدوا وقالوا لي كده بنفس الاسلوب: انت صبرت كتير، انت صبرت كتير، وكل ده انا مش عايز اخده بربنا. طب طلباتك ايه يا حضرتك؟ نعم يا فندم. طلباتي إيه؟ حضرتك ان انا رحت لجمعيه الطفل وبلغت الكلام ده من 5 سنين. نعم. قالوا لي الام. نعم. رحت حضرتك جمعيه المدرسه نفسها وبلغت الام. حضرتك السلوك مش مظبوط. تمام خلاص، احنا خدنا بلاغك كده، وان شاء الله باذن الله هرد على حضرتك، وشكرا لذوقك وكرمك. نكمل الأسئلة العظيمة بتاعت السادة المشاهدين. ست أم مصطفى اللي بتقول: أنا عندي 47 سنة ولا أحفظ القرآن، وكل ما بحفظ بنسى. أنا عاوز أقول لكل واحد وكل واحدة: ما تخليش الحفظ هو التارجت بتاعك، الهدف بتاعك النهائي. لو أنت ما قدرتش أنك أنت تاخد رتبة حفاظ القرآن، انت خدت بكل حرف 10 حسنات. فلو افترضنا واحد مش عارف يحفظ الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إيه؟ فقرأ تاني: كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إيه؟ الصيام، يا أيها الذين آمنوا إيه؟ الصيام كتب. هيفضل يعيدها ويعيدها، كل مرة بيعيدها بياخد 10 حسنات على كل حرف. فكل ما هتقول بسم الله الرحمن الرحيم اضرب في 10، خدت 190 حسنة وتشال من عليك 190 سيئة، وكتبت عند الله من الذاكرين. يجي الحفظ زي ما يجي، ما توتروش نفسيكم.
يا جماعة حتى لو الحفظ ما جاش انتوا خدتوا على كل حرف كام حسنة؟ 10 حسنات. تحرمي نفسك ليه يا هانم من الأجر العظيم ده؟ صح كده؟ طيب بتتكلم لو هي صلت وفي بعد الصلاة اكتشفت انها نسيت آية، ولا شيء عليك ولا إعادة عليك ولا سجود سهو عليك، خلاص خلصت صلاة والموضوع انتهى. يا ده أنا نسيت آية كذا، لا شيء عليك وصلاتك مقبولة. ناخد أحمد ونكمل الإجابات. أهلا بيك يا أحمد. أهلا بيك يا شيخ خالد، السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بحييك يعني على الحاجات اللي حضرتك بتعملها، وأنا بنجدك يعني. أنا أخويا دلوقتي متغيب بقاله 6 شهور. آه. وإحنا عملنا محضر من تاني يوم. آه. وقلبنا الدنيا كلها وعملين ندور وعملنا بلغنا بالعام ورحنا مشروح الزنهم ورحنا للأمن الوطني ورحنا مصلحة السجون، وإحنا والله العظيم إحنا مش عايشين. إدينا بياناته يا أحمد. محمد إبراهيم السيد هباشا. محمد انا بلاش بس الامن اللي هو مقبوض عندهم يقولوا لنا، احنا عايزين نعرف مكانه بس نطمن بس. بتناشد مين؟ ايه؟ الامن. الامن او بناشد الرئيس السيسي ده، شاب عنده 33 سنه. محمد ابراهيم، محمد يعني الرئيس السيسي السنه دي قال ده عام الشباب، فده شاب احنا عمالين نلف ونروح كل حته وندور ونعمل، فانا بناشده اللي هو يتدخل في الموضوع ده. ارجوك يا شيخ خالد ده يعني تاخده موضوعك تتبناه. طب ما تقول الاسم. اسمه محمد ابراهيم السيد الهباشة. محمد ابراهيم السيد الهباشة. من اني مكان؟ من منطقه من المنوفيه شبين الكوم. المنوفيه شبين الكوم. اه. متغيب من امتى يا فندم؟ من 19/7/2014، وتاني يوم على طول عملنا محضر، وتاني ومن ساعتها احنا عمالين ندور نروح البلاد المستشفيات الاقسام كل حته. عنده كام سنه؟ احنا مش عارفين زي ما يكون اختفى ولا ايه، مش عارفين. 33 سنة. اه. ما كانش ليه اي انتماءات سياسية ولا؟ والله ابدا، ده كان مسافر بره وشغال بره، ملوش انتماء ولا اي حاجة خالص. ده هو دخل المسجد يصلي الظهر وطلع ما لناهوش. بعد صلاة الظهر ما رجعش. اه. انا لله وانا اليه راجعون، ربنا يلطف ان شاء الله. طبعا احنا ده برضو حالة من حالات الاختفاء اللي لازم الداخلية تكون على علم بمجريات التحقيق فيها، واحنا عشمانين باذن الله انه السيد وزير الداخليه يصدر توجيهات رجاله على الاهتمام بهذه الحاله. السيد محمد ابراهيم، محمد ابراهيم السيد الهباش. هقول الاسم تاني للساده المسؤولين في وزاره الداخليه. محمد ابراهيم السيد الهباش. محمد ابراهيم السيد الهباش اختفى من يوم 19/7/2014. ده زمن كتير كبير قوي. من 19/7/2014. الأمر مخيف. البلاغ اللي اتقال ده بلاغ مخيف، ما ينفعش يتسكت عليه، ما ينفعش يتسكت عليه. سيد وزير داخلية عارف مسؤولياتك كتير، لكن ما فيش مسؤولية تفوق مسؤولية الحفاظ على أمن المواطن. الحفاظ على أمن المواطن، المواطن ده بيمثل كل المواطنين اللي قاعدين بيسمعونا وبيشوفونا دلوقتي. يهمنا الناس دي ترجع لزاويها، يهمنا المواطن يطمن انه آمن ومستقر، يهمنا في العهد الجديد اللي احنا بنعيشه ان الامن والامان يكون امر فعلي، يكون امر واقعي كلنا لامسينه وحاسينه. لا شك لا ننكر المجهودات، لا شك لا ننكر تأثير الاحداث الجارية على العالم في مصرنا العزيزة، لكن كان الله في عونكم، ده واجبكم اللي لازم يتعمل. تمام، وقتنا خلص، لكن عاوز اقول انه الاستاذة اماني يجوز ان جوز حضرتك يكتب لبناته كل املاكه، هو حر، محدش يلوم. ما تسمعوش كلام بعض الناس اللي يعني الله يديهم، مش هقول اكتر من كده، اللي يقولك ما تكتبش لولادك. لا، اكتب لولادك، فرح ولادك وانت عايش. انت هتخاف من ايه؟ خايف من ولادك؟ لازم نختم، معلش. ربنا يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ولكم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله.